لمعرفة المزيد ينضم إلينا في الاستوديو سيدة فرح مراد، محلل الأولى للأسواق المالية. أهلا بك فرح لدى إيكوتي. تابعنا أيضا، تابعنا توقعات باستقرار حجم الإنتاج للنفط الأمريكي حتى 2025. برأيك هذا العامل أي ليس من شأنه بالنسبة لأوبك خلال الربع الثاني أن لا يكون هناك في تخفيضات إضافية مثلا؟ السؤال يعني بيطرح حاله طبيعة الحال، لأنه كنا عم نشوف يمكن أهداف وأولويات. كنا عم نحكي عن أوبك بلس من جهة، وكمان الولايات المتحدة من جهة. خلال العامين الماضيين في أسعار النفط كانت مختلفة جدا. طبعا الولايات المتحدة بهمها أن تكون الأسعار المتدنية، بهمها تكون عم تحارب التضخم بمحاربة كمان الارتفاعات في أسعار النفط. بالوقت اللي كنا عم نشوف أوبك بهمها الأسعار نوعا ما تكون مرتفعة أكثر، فأكيد خصوصي أنه كنا عم نشوف أنه البيك اللي عم نحكي عنه شدنا شوي جانيوري شهر أو بداية العام تقلص الانتاج بالولايات المتحدة، ولكن البيك معقول يوصل ل 13.3 مليون برميل، وهو أمر نوعا ما إيجابي لي أوبك بلس أنها ما تكون مضطرة كمان تكون عم تقلص إنتاجها أكثر لتحافظ على أسعار النفط ليبدو أنها متدنية. على الرغم من الارتداد اللي عم نشهده اليوم، لازم نتذكر نحن أسعار النفط وصلت لأدنى مستوياتها بثلاث أسابيع، فمع ضعف الدولار مع كمان يمكن التوترات الجيوسياسية اللي عم تفرجينا مش فعلا عم تدعم أسعار النفط، هالارتداد طبيعي نكون عم نشوفه. وهالأخبار نوعا ما بتعطينا توازن أنه في عنا صورة موحدة على الرغم من الأصوات المختلفة اللي كنا عم مع أن كان مثلا من إدارة الطاقة أو من أوبك على التوقعات المستقبلية للنفط. هذا الأمر شوي بيرجع بفرجينا أنه اللاعبين الكبار قد يصلون إلى منطقة وسط. نعم فرح، لو نذهب إلى أوروبا، يعني لا تزال أو لا يزال مسلسل معاناة الاقتصاد الأوروبي مستمرة مع ارتفاع الفائدة. يعني هناك عضو في البنك المركزي الأوروبي يطالب بعدم الاستعجال بخفض الفائدة. ما هي أسباب التأخير بالنسبة للبنوك الأوروبية؟ العضو الألمانية مضبوط. هلأ اللي عم تحكيه هي كمان نابع عن مخاوف، لا تنسين أنه هناك أيضا في بيانات سلبية كثيرة بالنسبة للاقتصاد الألماني. صح، اليوم كان عندنا بيانات كمان الصناعي اللي ما كانت عم تفرجينا شوي، يمكن كانت تراجعات أكثر من التوقعات، ولكن من ناحية تانية التضخم في قطاع الخدمات لا يزال كمان عم يضغط على الاقتصاد، وحتى العمل سوق العمل لا يزال قوي في منطقة اليوروزون مثل ما كمان كنا عم نشهد بالولايات المتحدة. فهي يعني يمكن الحديث هو مش إنه نحن مش رح نتوجه لتقليص الفائدة، ولكن تسعير الأسواق لتقليص كبير جدا. نحن بنشوف باليوروزون عم نتوقع التخفيض 5 مرات خلال العام المقبل، نكون عم لمستويات 2.6 بنهاية العام. هذا هو الحديث اللي عم تحاول تقول أنه قد يكون بعيد الأجل، ما معقول نكون عم نتوجه لسياسة متساهلة بشكل كبير، لأنه على الرغم من المخاوف التضخم لا يزال الخوف الرئيسي. نكون عم نشوف تقليص في النمو وفي عنا تراجع بالتضخم، سيناريو أفضل بكثير من أن نكون عم نرجع ندعم الأسواق ونرجع نشوف موجة تانية من التضخم، ساعتها محاربتها رح تكون أصعب بكثير. وهذا اللي كنا عم نسمعه من إنجلترا والولايات المتحدة. بشكل مختصر إلى أين يتجه الذهب؟ يعني لا يوجد هناك اتجاه واضح للذهب رغم ارتفاع مؤشر الدولار أو انخفاض مؤشر الدولار مع عوائد السندات. يعني هلا السؤال كمان شوي بشكل مختصر فيه شوي نعتبره طمع، لأنه مستويات الذهب فوق 2000 وال 2015 يعتبروا إيجابيين جدا لأسعار الذهب في الفترة الحالية. كنا عم نشوف قوة للدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من هذا الأمر نوعا ما تماسكت أسعار الذهب فوق 2000. النظرة إيجابية، ولكن أن نكون عم نشوف تحرك جانبي خصوصا أنه عم نشوف الفولاتيليتي بالأسواق خفيفة في انتظار صور أوضح لاتجاه تاني، ولكن الأسعار في المنطقة الحالية وحتى أدنى من 2033 2015 قد يكون مكان جيد كمان للترند الصاعد. نعم فعلا. الصورة واضحة. فرح مراد محلل الأولى للأسواق المالية لدى إيكوتي، شكرا لك. شكرا. فرح.